مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا ومرحبا بكم أبنائي طلاب الصف الثامن مع درس جديد من دروس مادة العلوم، وبإذن الله تعالى نبدأ مع قيمة هذا الأسبوع وهي الجد والنشاط والاجتهاد. فبالجد والنشاط والاجتهاد يعلو الوطن وتسمو الأمم. قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: الكسالى أكثر الناس هما وغما وحزنا، ليس لهم فرح ولا سرور، بخلاف أرباب النشاط والجد في العمل. وبإذن الله تعالى سوف نبدأ في الوحدة السادسة، الجهاز التنفسي. الدرس الأول: ما تركيب الجهاز التنفسي وما وظيفته؟ تعالوا معا نتعلم المهارات التي سوف نكتسبها في هذا اليوم. أولا، أن نصف تركيب الجهاز التنفسي ووظائفه. اثنين، أن نستنتج وظيفة كل جزء من أجزاء الجهاز التنفسي وآلية حدوث التنفس الخارجي. تعالوا معا لنتذكر ما تعلمناه في الدروس الماضية. أخذنا الجهاز الهضمي، وقلنا الجهاز الهضمي هو الجهاز المسؤول عن هضم وامتصاص الطعام، وتركب من أجزاء رئيسية هي الفم والبلعوم والمريء والمعدة، ثم الأمعاء الدقيقة، ثم الأمعاء الغليظة، ثم المستقيم، ثم فتحة الشرج. وهذه هي القناة الهضمية الرئيسية، وهناك ملحقات لهذه القناة وهي أعضاء أساسية في الجهاز الهضمي، ولكنها مرتبطة به عن طريق قنوات بينها وبينه. أولا، الغدد اللعابية. اثنين، الكبد. ثلاثة، المرارة. أربعة، البنكرياس. والطعام يتحرك في الجهاز الهضمي عن طريق الحركة الدودية. نقول الحركة الدودية هي حركة يتم فيها انقباض وانبساط عضلات القناة الهضمية بتتابع لدفع الطعام داخلها. وبإذن الله تعالى سوف نبدأ اليوم بدراسة الجهاز التنفسي ووظائفه. أولا، ما تركيب الجهاز التنفسي وما دور كل جزء من أجزائه؟ نقول الجهاز التنفسي نعتمد في معرفنا على مصادر المعرفة وهي المكتبة وشبكة الإنترنت إلى آخره. نقول الجهاز التنفسي هو الجهاز الذي يقوم بتزويد الجسم بغاز الأكسجين والتخلص من غاز ثاني أكسيد الكربون. تعالوا معا نتعرف أكثر على تركيب هذا الجهاز. أولا، كما هو موضح بالشكل، الجهاز التنفسي يتركب من جزئين رئيسيين، هما أولا الجهاز التنفسي العلوي. والجهاز التنفسي العلوي يتركب من الأنف والبلعوم والحنجرة. اثنين، الجهاز التنفسي السفلي، وهو يتكون من القصبة الهوائية والشعبتان الهوائيتان، ثم الشعيبات الهوائية التي تتفرع أنابيب صغيرة تنتهي بانتفاخات رقيقة الجدار تسمى الحويصلات الهوائية. يتكون هذا الجهاز كما قلنا من القصبة الهوائية، الشعبتان الهوائيتان، الشعيبات الهوائية، والرئتان. تعالوا معا ننتقل إلى تفصيل تركيب هذا الجهاز. أولا، الجهاز التنفسي العلوي. أولا، الأنف. والأنف عبارة عن فتحتان توجدان في مقدمة الرأس، هاتان الفتحتان تنتهيان إلى التجويف الأنفي، والتجويف الأنفي يحتوي على شعر أو شعيرات تقوم بحجز الأتربة والغبار والجراثيم. اثنين، يوجد غدد مخاطية في تجويف الأنف تقوم بإفراز سائل مخاطي يعمل على ترطيب الهواء الداخل للرئتين. ثم أيضا يحتوي على شعيرات دموية،
هذه الشعيرات تقوم بتدفئة الهواء الداخل للرئتين، وأيضا به خلايا شمية تقوم بشم الروائح المختلفة. اثنين، البلعوم. والبلعوم هي عبارة عن قناة قصيرة مشتركة بين الجهاز التنفسي والهضمي. ثالثا، الحنجرة. والحنجرة عضو غضروفي وتسمى صندوق الصوت نظرا لوجود عليها الأحبال الصوتية، وأيضا يرتبط بها نتوء صغير يسمى لسان المزمار. هذا النتوء يقوم بغلق القصبة الهوائية أثناء بلع الطعام لمنع دخول الطعام إلى القصبة الهوائية، وكذلك يقوم بغلق المريء أثناء التنفس ليمنع دخول الهواء إلى الجهاز الهضمي. أما الجهاز التنفسي السفلي، أولا القصبة الهوائية، وهي عبارة عن أنبوبة تتكون من حلقات غضروفية على شكل حرف سي. هذه الحلقات تجعل القصبة الهوائية دائما مفتوحة، حلقات غير كاملة للصدارة لتسمح بتمدد المريء أثناء بلع الطعام. وكما هو موضح بالشكل، هذا هو قطاع داخل البطانة الداخلية للقصبة الهوائية، وهي عبارة عن أهداب تتحرك من أسفل لأعلى، بينها خلايا مخاطية تقوم بإفراز المخاط وتساعد الأهداب مع المخاط على طرد الأجسام الغريبة التي تدخل مع الهواء، ونعلم هذه العملية أثناء العطس. ثانيا، الشعبتان الهوائيتان، ونقول هما أنابيب تتفرع من القصبة الهوائية، لهما نفس تركيب القصبة الهوائية، أحدهما شعبة هوائية يمنى والأخرى شعبة هوائية يسرى. ثم تتفرع هاتان الشعبتان الهوائيتان إلى أنابيب صغيرة تسمى شعيبات هوائية، التي تتفرع بدورها إلى أنابيب أصغر وأصغر تنتهي بالحويصلات الهوائية، وهي أكياس رقيقة الجدار توجد داخل الرئتين. أما الجزء الرابع وهو الرئتان، والرئتان هما رئة يمنى ورئة يسرى. الرئة اليمنى عبارة عن ثلاث فصوص، فص علوي، فص أوسط، ثم فص سفلي، وهي أكبر حجما قليلا من الرئة اليسرى التي تتكون من فصين، فص علوي وفص سفلي. وتحتوي الرئتان على الشعيبات الهوائية والأنابيب الهوائية والحويصلات الهوائية التي توجد بأعداد كبيرة جدا لزيادة مساحة سطح عملية تبادل الغازات. وهذه الحويصلات الهوائية عبارة عن جدر رقيقة لها شعيرات دموية. هذه الشعيرات توجد بكثافة، عبارة عن شبكة كثيفة من الشعيرات الدموية لتسهل عملية تبادل الغازات. تعالوا معا نقوم بمتابعة أسئلة هذا النشاط. أولا، صف إحدى وظائف الجهاز التنفسي. أحسنتم. تزويد الجسم بالأكسجين والتخلص من غاز ثاني أكسيد الكربون. اثنين، مما يتكون الجهاز التنفسي في جسم الإنسان. أحسنتم. من جهاز تنفسي علوي وهو الأنف والبلعوم والحنجرة، وجهاز تنفسي سفلي وهو القصبة الهوائية والشعبتان الهوائيتان والشعيبات الهوائية والرئتان. أكمل الجدول التالي بثلاثة أعضاء للجهاز التنفسي مع تحديد موقع ووظيفة كل عضو. أولا، الأنف. الأنف هذا يقع في تجويف الجمجمة، الوظيفة الرئيسية له تنقية وتدفئة وترطيب الهواء الداخل للرئتين. اثنين، القصبة الهوائية، وهي عبارة عن أنبوب يقع في العنق والصدر، وظيفته الرئيسية طرد الأجسام الغريبة العالقة بالهواء. ثالثا، الحويصلات الهوائية، وتولد داخل الرئتان، وذات جدار رقيق عليه شعيرات دموية كثيفة تسمح بعملية تبادل الغازات.
النشاط 2 صفحة 70، ماذا يحدث عندما نتنفس؟ تعالوا معا نشاهد هذا المقطع المصور الذي يبين كيفية حدوث عملية التنفس. لاحظ هنا أثناء الزفير يهبط لأسفل، وأثناء الشهيق يرتفع لأعلى القفص الصدري، وكذلك الحجاب الحاجز الأحمر هذا. نقول أثناء الشهيق ينقبض الحجاب الحاجز وتنقبض عضلات القفص الصدري، فيتسع تجويف الصدر فيدخل هواء الشهيق. وأثناء الزفير نقول ينبسط الحجاب الحاجز، وأيضا تنبسط عضلات القفص الصدري، ويحدث أن يضيق تجويف الصدر فيخرج هواء الزفير. السؤال: غالبا ما يخلط الناس بين مصطلحات التنفس الخارجي والتنفس الخلوي والتهوية، حدد ما يعني كل مصطلح. نقول أولا التنفس الخارجي هو الحركات التنفسية الناتجة عن انقباض وانبساط العضلات، وهي ما نسميها بالشهيق والزفير. التنفس الخلوي وهي عملية تحلل واحتراق الجلوكوز داخل الخلايا لإنتاج الطاقة اللازمة لنشاط الجسم. أما التهوية هي عملية دخول وخروج الهواء من ولا الرئتين أثناء عملية تبادل الغازات. سؤال 2: صف ما يحدث للقفص الصدري والحجاب الحاجز أثناء التنفس الخارجي. لاحظ في الرسمة هذا أثناء الشهيق قلنا تنقبض عضلات كل من القفص الصدري والحجاب الحاجز فيتسع تجويف الصدر فيدخل هواء الشهيق محمل بغاز الأكسجين. أما أثناء الزفير تنبسط عضلات كل من القفص الصدري والحجاب الحاجز فيضيق تجويف الصدر فيخرج هواء الزفير محمل بغاز ثاني أكسيد الكربون. السؤال الثالث: كيف يقوم جسمك بتحريك هذين العضوين؟ نقول من خلال وجود فرق في الضغط بين داخل التجويف الصدري وخارجه. سؤال 4: اقترح اسم الجهاز الذي استخدمه العالم ملبيجي لاكتشاف الحويصلات الهوائية. العالم ملبيجي هذا هو أول من اكتشف الحويصلات الهوائية، ونقول أنه استخدم جهاز تنفس صناعي. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية درس اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.